السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بسام عيد. رجعناكم اليوم بلوج جديد، بس اليوم بلوج تقريبا غير شوي عن اللي متعودين عليهم انتم. رجعنا السعودية، انا لي الحين تقريبا 3 أسابيع في السعودية. ندخل في بلوج نتكلم فيه، بس قبل لا ندخل في بلوج لا تنسون تسوون اشتراك حق القناة، تفعلون زر التنبيهات، تعطونا كومنتات ولايكات، وخلونا نبدأ في بلوج الحين. طيب، قلنا رجعنا السعودية قبل 3 أسابيع تقريبا، والله انشغلت مش طبيعي. جدد اوراقي واسوي الحوسه واجدد ذا واعدل ذا، ف معليش اتلومي صيام وتعبان شوي والله. ف الحين بروح رايح المغسله، زمان انا رايح المغسله اغسل ملابس اخلص الدنيا. وهذه المنطقه اللي انا ساكن فيها اسمها جزيره الدارين، اللي يعرف جزيرة دارين ما تعرفونها ابحث انا في جوجل الله ليهينك، وريكم الكورنيش شويات. واليوم عندنا اليوم تاريخ 14 رمضان، فبيصير عندنا شيء يسمونه قرقعان، هو معروف في دول الخليج كلها اللي يعرفه، واللي ما يعرف هذا اخويا هنا راح نسلم عليهم. طيب فالحين طبعا سمونا القرقعان، هو زي ما قلنا يجي يكون في نص رمضان او ليلة 15 يسمونها. فتشوف العالم تبدأ تلبس ملابس اجدادنا والثقافة القديمة، والبزران يدرون على البيوت يسوي يقولون يقرقعون يعني، ويعطونهم قرقعان واشياء زي كذا، حلاوه ما حلاوه هذا الاشياء. اذا قدرت اليوم وفضيت بصور ان شاء الله، خلوكم معنا. انا عندنا افطار صائم الخيمه هذه، الله جزا الله خير من تعنا وتكلف عليها والله، يجون عالم من كل مكان يفطرون فيها. الحين يسمونها فره العصر، نحسها 5:30 عندنا، ف أم الزحمة الحين تصير بالذات اليوم يعني، لأن قرقعان وذا فيجونا ناس من برا كثير يزرونا هنا. إن شاء الله إذا مداني بصور لكم اليوم. شوف يلا يلا، تعال هنا تعال، أعطني حبة. بنات أخوي الله يحفظهم، تعال هنا أعطني حبة. حبيبتي تعالي ريما، تعالي هنا. ايوه رقصي تعالي، تستاهل، زعلانة عشان مريضة مسكينة. خلاص يلا، هذا ملابس القرقعان شوفوهم. ها حركات ان شاء الله. باي، يلا مع السلامة. يلا قولوا مع السلامة. مع السلامة يا غنماتي. ها طيب، اليوم ما راح اطلع وجهي كثير، بس بحاول اصور العالم. تو الحين الدنيا زادت عندنا هنا، زحمة صارت، فبحاول اروح اصور زران هنا عاد، ها اصور نشوف الدنيا. شوف هذا قريب الوسخ ذا، شوف اللحجي. هلا حياكم الله اخواني اخواتي، اليوم هذا يوم قرقعان. ايوه متابعين بسام. ايوه يبون الفول السوداني. يلا يلا خليهم ياخذونه في جوله كذا ان شاء الله. هذا اخوي مروان. يلا يلا يلا، بسم الله، السلام عليكم. ان شاء الله ما يطيح جوا. هنا عندنا التراث عند متحف دارين فتح البن علي. ندخل الحين وبنشوف. عوافي رجل، يمكن عشان انا جيت اكيد، يمكن والله. سلام ورحمه الله. طيب الحين داخلين متحف ولد العمه فاتح مسكر. هذا هو، هذا قصر دارين، وهنا الحربي القني. السلام عليكم. ولد العمة بيت النسيبي ابوي. ايوه هنا اقول بس سكر سكر. في باب ثاني واحد.
يلا هنا قفصوه ولا كان يمدينا هذا البير. يلا ناشر بس بناخذ كم لفه كذا ونرجع لكم ان شاء الله. طيب شوفوا هنا جلسة تراثية شبانة أول كذا عند الباب. هذا توقع عمارة أو شيء زي كذا. هنا كان في قصر. هنا كان في قصر بس قفصوه ذا توه حاطينه إنه بيسوون له ترميم من جديد. هنا دخلنا الحواري القديمة. صور سريع قص قص اللي يطلع لنا بس. شباب شوي شباب شوي شوي وسع يا شباب شوي دب هذا مجلس زعلان. يلا حيا. طيب زعاج هنا الكلب اللي قبله او اللي بعده الصوت بيكون طافي فيه المبغى الغاني ذا. يلا حيا. لا شيء شيء جديد. يلا حبيبي الاخبار ترى عزمنا على السفر اليوم هنا راعين الدوسات هنا. يلا حيا. ندخل مرة ثانية حنشوفها كله من ذا كله من ذا. ها طبعا الشلة الفاسدة هنا كلها مجمعة. ندخل الحين مرة ثانية نشوف الزحمة. ايوه الحربي الحربي شاري ويل فيها شاش قطة ذا. صارت الزحمة من دي نصور انت صخير طبول مطبول حوسة. زحمة الديرة الحين ما عندك حتى تصور. وهناك في عندنا مباراة رمضان كل يوم مباراة مباريتين. أول هيئة جت. شو هناك. طيب يلا عارفوا بنفسك يتكلمون عاد اللي يلا ها هذا لحظة خلني بعده بس. يلا عبود هذا صورك هذا على سمي عبد الله أخوي المرحوم الله يرحمه عبد الله. ها سلم سلام. ها سلام شو أخبارك. يلا وهذا زياد سلم يستحي ذا يخاف ما ادري ويستحي مني ويخاف مني. شوف الحين نحطك تحت الامر الواقع هذا اللي خلف الكواليس دول. ها هذا ابوهم اخوي مروان. وين عرف نفسك قاعد اعرف فيك انا. ها نواف نعم نواف بحب ترى اصور انا كذا بس. يلا هذا قرقعان درين ما قصروا معنا هنا. هذا قرقعان زياد عبودي زيودي عبودي شيل الوزرة عندي واحد نفس انا. طيب هذه المسيرة طبلون عنزرين ويمشون يرقصون. سووا مسيرة كاملة على درين يمشون طبلون. طيب رجعنا اليوم ثاني
معليش ما صورت امس، قلت بصور الكورنيش ونسيت. طيب هذا هنا الكورنيش القديم يسمونه عندنا، هناك عندنا اللنجات، نسميها اللنجات او قوارب، ايش قارب طرال نسميه او سفينه اقصد، اللي هو لنج احنا نسميه، اللي كانت شغله اجدادنا وابائنا. فاذا دخلنا على الكورنيش الجديد بصور لكم ان شاء الله. طيب هذا احنا داخلين على الكورنيش الجديد، يسمونها الفرضة، هذه فرضة الدارين هناك. قشع على اذان المغرب قريب ان شاء الله. هذا كله كورنيش دارين يمتد لين وين؟ لين الجسر قدام. هذا الجزء من هنا، من هذا التقاطع رايح، هذا كله جديد. هذا انا ما لحقت عليه، اول مره اشوفه اصلا. كان كله رمل وبحر هنا، ادفنوه وسووا كورنيش. فود تراكس، الدنيا هذه كلها، هذه الدارين الجميلة. القرقعان بس ما صورت كثير لان ما السنة هذه غريبة، يعني ما صار مثل كل سنة. كل سنة تصير اشياء كثير في دارين، حتى اهالي دارين بعضهم زعلانين عن الفعاليات يعني. فان شاء الله السنة الجاية افضل، عن انه والله بحتفل ترى هذه الاشياء، بس اطلع اتمشي اشوف وذا، بس يعني ما اتعمق فيها. الحين رجعين البيت، هذا الملعب اللي عند بيتنا. هذه كانت جمعية دارين خيرية وروضة، هذه الروضة اللي درست فيها انا. رجعين البيت، ديرة متواضعة، ناس طيبين. إذا جيت الشرقية لا تنسون تزورون دارين، شوف ترى فيها تراث كثير هنا. طيب آخر فقرة نسويها الحين، هل تعلم أن أول مطار أنشأ في السعودية هو مطار دارين؟ كان عندنا هنا في مطار في دارين للأمير محمد بن عبد الوهاب الله يرحمه، توفى هو قبل ما أدري كم، والله إذا ما خاب ظني طاحت في طيارة أو شيء زي كذا. وقصره هنا ورا بيتنا اللي وريتكم اياه في هذه المقطع اللي قبل، بس كان مصور يعني وعليه محوطينه يعني، لان الحين يشتغلون عليه، يبعدون بيسوون له اعاده ترميم عشان الزوار يجون والدنيا هذه، لان بعد فتره القصر خلاص صار يتصاغد. اذا لقيت صور من جوجل ولا ذا بحط لكم صور القصر قبل. ودارين اصلا ما كان لها حتى يعني، حتى على ام ابوي يعني يوم كان صغير وذا، ما كان في مدخل لها في السياره، كانوا يدخلون يعني يوقفون اقرب مدينه والله ما ادري هي الدمام والقطيف، يوقفون سياراتهم يركبون اللنجات اللي هي السفن ويجون على دارين، بعدين ينزلون منها ويدخلون دارين. ودارين كانت واحده من اكبر الفرضه اللي وريتكم اياها، ما ادري اذا طلعت اصلا، كانت واحدة من أكبر المناطق يعني حق الاستيراد، ويعني شحن السمك ما سمك ذا، واللي يروحون الهند من هنا يسوون كل شيء. ف يعني اللي يعرف، حتى اللي يقرأ عن دارين لو تدخل على جوجل، دارين قديمة لها آلاف السنين، فابحث فيها. أنا ترى مش ذاك الزود فيها الحين، تعبان وصايم ولا قادر حتى أفكر. فراح أنهي الفلوق هنا، أتوقع أن الفلوق ذا كان خفيف ولطيف زي ما يقولون. ان شاء الله بنرجع لكم فلوق ثاني قريب،
ولا تنسون تسوون اشتراك حق القناه وتفعلون زر التنبيهات وتعطونا كومنتات ولايكات. وكان معكم بسام عيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.